السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا واحد الطبق عاوتاني ديال الدجاج، لأنه بزاف كطلبوا مني أطباق ديال الدجاج تكون سهلة بسيطة وفي الفرن ولا في الشواية. غادي نديرو الدجاج في الفران بصلصة الباربيكيو وبعطرية الباربيكيو. هذه راه تتباع عند العطار، تتقول لي عطيني أعشاب ديال الباربيكيو ولا الباربيكيو، تعطيه لك يعني بحال مشوي في الفرن ديال الشوايه. هما هادو هانتو عن قرب كيعطيها لكم، كتجي لذيذه بزاف بزاف في هذا النوع ديال الدجاج. انا درت دجاجه اللي مغسوله طبعا ومزوله ليهم الجلده، بقى لي غير جناح اللي ما زولتهاش ليه، مقطع ومغسول. انا قطعته بحال هكا طريفات شويه متوسطين، لان ما غنديروش في الفاخر، لو كان غنديرو في الفاخر خصني نقطعو رقيق. غادي نحتاجو مع الدجاج اللي قلت على حسب عدد الاشخاص، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكنجبير، معلقه كبيره عامره ديال عطريه الباربيكيو. وإلا ما عندكمش ممكن ديروا شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتره، شويه ديال لاسيبولات يابسه، ولا الاعشاب بروفانس، وتزيدوا معاهم ورق الرند حتى هي مطحونه شويه صافي، والسودانيه شويه، معلقه كبيره ديال لاموطارد حتى لجوج معالق على حسب الدجاج شحال عندكم. هنا جوج معالق كبار ديال العطريه ديال صلصه الباربيكيو اللي هي هذه، شويه هنا زدت شويه ديال الزعتره، البصله يابسه، ولا ما عندكمش ممكن تحكوا واحد البصيله صغيره، وربع كاس نص كاس ديال زيت الزيتون. انا كيف كنعطي المقادير ماشي بحال الكاك ولا الحلويات اكزاكت، هنا كنعطيكم التوابل اللي غندير وانتم غديروا على حسب عدد الاشخاص عندكم. غادي ناخذ واحد البينيو فاش كنخدم، بحال هكا بانيو اللي غادي ندير فيه الدجاج ديالنا. بحال هكا كيف كتشوفوا انا راه كاين عندي الدجاج اللي مني كنبغي نخبيه في المجمد كنتبلو بالعطريه، هذا غير مسحه عليه يعني ما متبلش مزيان. غادي نضيف سكنجبير، الكمون، عطريه الباربيكيو. العطر ما تيطحنهاش، تيخليها لكم غير كيف كنقولوا مقرشنه يعني ما منيلاش. الملحه، ابزار، معلقة عفوا كاس لارو ديال استسمح منكم البنات، ربع كاس ديال زيت الزيتون دايخة مع الصيام البنات ما تديوش عليا. هنا ثومة يابسة واحد المعلقة كبيرة بحال هكا ديال الثومة يابسة، رشة ديال الزير وانا ديال الزعتره، وانا كنديرها بحال هكايا لان تتعجبني، واخا تكون في العطريه يعني كتعجبني نديرها. هنا تقريبا باقي عندي واحد جوج معالق كبار نيت هما نيشان اللي في صلصه الباربيكيو. غادي ندير كتعطي واحد المذاق رائع هاد الصلصه. دابا غادي نديرو انا هنا غندير جوج معالق ما عامرينش صافي، وغادي نخلط هاد المكونات بيديا. كيف كنقول دائما انا كنخلط بيديا، كيعجبني نلمس الحاجه بيدي. غادي ندير فيها هاد التوابل كامله بحال هكا، الطبق ممكن تقدموه للعشاء كيف ممكن تقدموه مع الفطور. كاين اللي كيدير في الفطور تيدير عشاء وفطور، يعني ما تيبقاش يوجد كل ساعه. والبنات اللي طلبوا مني مائده لرمضان ان شاء الله غادي نوجدها معكم، غير قبلوا عليا وصفات بساط وسهلين. انا ما تنكلفش على راسي في هذا رمضان بزاف.
صافي كنخليه هكا متبل واحد جوج سوايع حتى لثلاثه. دابا غادي ندوزو بعد ما خليت الدجاج ارتاح ليا واحد جوج سوايع، دابا غادي ناخد المول اللي غادي ندير فيه، غادي نفرش فيه شويه ديال البصله مشلضه كيف كتشوفوا، غير شويه بحال هكا، وغادي نعاود ندير فيها نرش فيها واحد شويه ديال العطريه ديال الباربيكيو بحال هكا باش تنسم ليا ديك البصله حتى هي بحال هكا، وغادي نبدا نهز هذا الدجاج ديالنا وغادي نستفو في المول. الدجاج راه على حسب عدد الاشخاص، نعاود نكرر الطبق ديال الدجاج اللي كنت نزلت في الفران بلا كريم فريش، كانوا سولوني شي اخوات علاش درتي دجاجه جوج دجاجات، انا درت جوج دجاجات لان كانت عندنا عراضه، ما يمكنش انا سته الاشخاص في الدار غياكلوا جوج دجاجات بزاف، هنا درت غير دجاجه كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وهاد اللي بقات لي من الصلصه طبعا غادي صافي غادي نغطي الطاوه ديالنا ما غنديرش فيها لا ما لا والو، هذاك الشيء علاش درت هذيك البصيله في القاع ديال المول، هي غادي تطلق ليا هذيك المويه ديالها فاش غيطيب الدجاج. دابا غادي ندير نغطيه بصافي سولفاريزي كيف كتشوفوا الدجاج هو هذا، خديت البابي سوفونجي وغادي نغلق بيه الطاوه، ودابا غادي ندخلها في الفران، الفران راه سخون كنشعلو عليه الفران ونخليوه حتى يطيب، مني حتى يطيب لينا كنخرجوه كنقلبوه، الى طاب تبارك الله، الى ما طابش كنعاودو نغطيو عليه ونخليوه يطيب، مني حتى يطيب لينا الدجاج ديالنا كنحيدو نعريو عليه البابي سوفونجي ونخليوه يتحمر الوجه ديالو وكنقدموه بالصحه والراحه. الدجاج ديالنا بصلصة الباربيكيو وعطرية الباربيكيو، هذا هو الشكل ديالو النهائي مني كيطيب، كيف كتشوفوا تيجي مجمر مزيان، هذا راه ما محروقش وانما غير محمر. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، اللي عجبت الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.